السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. صدقت يا من أخذ الله الميثاق لنصرته مع الأنبياء والمرسلين، وجاء وصفه في التوراة وأودعت صفاته في الإنجيل. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بحضراتكم أهل الخير. بنتكلم النهاردة عن النعم في حياتنا. والله نعم كتيرة جدا جدا جدا، وقول جدا من هنا للسماء مهما كان اللي بيحصل معاك. لأن اللي بيشوف بلاوي الناس بتون عليه بلوته. تعالى كده شوف، ممكن يكون أمورك المالية مش متزبطة شوية، لكن تعالى روح مستشفى السرطان على سبيل المثال، هترجع هتسجد لربنا وهتبوس ايدك وش وظهر زي ما بيقولوا. تعالى كده روح لمستشفى فيها غسيل كلوي ولا حاجة. تعالى لبعض الناس اللي عندهم الاحتياجات الخاصة، بعض الناس اللي هم فقد نظره، أو لا قدر الله كان في حادثة وفقد جزء كبير من جسمه. تعالى شوف بعض الناس في دول أخرى تلاقي في معاناة غير عادية. فكرة النعمة ما بنعرفش قيمتها غير لما بتروح مننا. وأما بنعمات ربك فحدث. دايما عايزين نشكر ربنا على النعم العظيمة اللي موجودة، ونبص دايما للي في إيدينا، وما نبصش للحاجة اللي دايما الإنسان يشعر بيه مش موجود عنده، أو عنده حرمان. تلاقي حد معدي بعربية ما شاء الله 4x4، وانت تبص له بصة كده تقول اوه يا بخته ده مش عارف ايه، لكن انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل معاه. ما تعرفش ربما يكون ربنا ابتلاه بمرض خبيث وانت ما تعرفش اي حاجة عن اللي بيحصل، بل بالعكس انت بتتمنى تكون مكانه. وهو والله لو شاف الاحساس ده فيك، وشاف نظرتك ليه، وشاف النعم اللي انت فيها وهو محروم منها، هيقول تعالى نبدل ونخلي الادوار. تعالى خد دوري وناخد دورك، تعالى خد مرضي وناخد صحتك، تعالى خد عربيتي وناخد رجليك اللي انت بتمشي عليها. دايما نحمد ربنا على كل شيء. هنتكلم اكتر مع شيخنا الفاضل والجليل الشيخ احمد سمير من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا مولانا. اهلا وسهلا ومرحبا. فاضل يا مولانا. الله يديم علينا وعليكم النعم يا رب. اللهم امين. ويحفظ مصر يا رب وجيش مصر العظيم، وينصر اخواتنا في فلسطين. اللهم امين. اللهم امين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم ظاهرة ونعم باطنة. النعم الظاهرة كنعم الحواس، حواس الخمس وغيرها من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان، كنعمة الأمن، كنعمة الأمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عنده قوت يوم. مش قوت سنة واثنين. أيوة بالضبط، اللي هو قوت يوم. أنا الآن على مستقبل الأولاد عندي، البنت لما تيجي تتجوز بنتها أجهزها منين والكلام ده. نعم. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الله قوت يوم. الله عليه وسلم قال: عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى. وهذه نعمة عظيمة. انظر إلى إخواننا في غزة وفلسطين. صحيح. ماذا حل بهم وما نزل بهم من الدمار والخراب، وكانوا يعني على الأقل كانوا آمنين في أماكنهم، الآن لا يوجد مكان يأمنون فيه. تمام. فهذه نعمة عظيمة نحمد الله عليها، ونسأل الله أن يمن على إخواننا المستضعفين بها. اللهم أمين. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه. الله أديه يعني كثير مننا عنده العافية في الصحة، العافية في البدن، ولكنه يتبطر، ولكنه لا يشكر مولاه سبحانه وتعالى. والثالثة عنده قوت يوم، عنده قوت يومه، قوت يوم ما يكفيه في يومه. أيوة. طب ليه ما تقوليش بكرة وبعده؟ ما أنت من يضمن لك أن تبقى إلى الغد؟ أنت الآن على قيد الحياة، من يضمن لك أن تبقى إلى ما بعد ساعة، إلى ما بعد ثانية؟
لا أحد يضمن لك ذلك. فالإنسان يعني لما قيل لبعض الصالحين نراك مطمئن البال، ما انتش كل حاجة كده يعني مطمئن البال، قال علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، خلاص أنا الله قدر لي رزقا. يعني يقولون رزقك وما قدره الله لك لو أنت فررت منه سيفر هو خلفك، يجري خلفك حتى تحصل عليه. بس ده محتاج إيه؟ سعي. محتاج غير السعي، محتاج يقين بالله. أيوه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، حقيقة التوكل ثقة القلب بالله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود طامة. ربنا يكرمك مولانا. استأذنك ونستأذن أهل الخير، معنا تقرير عن مسجد الرحمن اللي موجود في قرية الحنجيري مركز ذكرنس ومحافظة الدالية، هنشوف المسجد وصل ليه ونرجع نكمل معكم مع أهل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في مسجد الرحمن في عزبة الحنجيري جينا شفنا هذا الإنجاز العظيم، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنا بس بتخيل كم إنسان بنى الله له بيت في الجنة بسبب هذا المسجد. احنا شايفين حجم الخرسانات والتسليح اللي موجود في المسجد يعيش بفضل الله عز وجل 150-200 سنة. تخيل بقى ليه المسجد أفضل الصدقات الجارية. المسجد ده بفضل الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع يجري أجرهن للعبد في قبره بعد موته، سبع أعمال لو الإنسان عملهم في الدنيا الحسنات تظل مستمرة حتى هو في القبر، منها أو بنى لله مسجدا. اشمعنى المسجد؟ تخيل بقى المسجد هنا أول ما يفتتح كل أذان، كل مؤذن يرفع الأذان في ميزان حسناتك، كل من ساهم، يعني كل واحد ساهم في المسجد هياخد أجر الأذان في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وكل ركعة وكل سجدة. مش بس كده، ده كمان المسجد بيبقى فيه زي ما حضراتكم عارفين أماكن لشرب المية، التلاجة اللي احنا عارفينها المبرد، فهتاخد أجر سقيا الماء. بيبقى فيه كمان أماكن الوضوء فهتاخد أجر الطهارة والوضوء كل يوم 5 مرات. المسجد فيه صلاة التراويح، المسجد فيه إطعام الطعام في رمضان، المسجد فيه خطبة الجمعة، وفيه الدروس وفيه التعليم وفيه تحفيظ القرآن. الإنسان ينام في قبره 100 ولا 200 سنة والحسنات لا تتوقف. الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. شوف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي، ما هو الإنسان ليه ما بيتبرعش؟ علشان الفلوس بتاعته بتبقى غالية عنده، ولكن الرسول بيقول لنا مفهوم آخر، يقول العبد مالي وليس له من ماله إلا 3، ما أكل فأفنى، وما لبس فأبلى، وما تصدق فأبقى. اللي انت هتحوشه فعلا، اللي انت هتيجي به في المسجد، واللي انت هتقوم به في الصدقات الجارية، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. اعمل لنفسك، ما تستناش ان حد يجي ويعمل لك. لو انت بخلت على نفسك لا تتوقع من الاخرين يكونوا كرماء معك او عنك بعد موتك. فانت اعمل صدقة جارية لنفسك في حياتك. شوف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا احب عبدا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه للعمل الصالح ثم يقبضه عليه. يعني اللي بيجي المسجد ويتبرع هذا علامة حب من الله عز وجل، ربنا بيحبك. واللي جاء المسجد وتبرع ووصل المسجد إلى هذا الصرح العملاق مش أحسن منك في حاجة. احفظ الرقم دلوقتي
وخليك صادق النية مع الله عز وجل أن تتبرع، ولو مش قادر تتبرع اوصل لأهل الخير اللي قادرين ودلهم على مسجد الرحمن، وتعالى زور المكان واعرف هو وصل إلى أي حالة، لأن احنا في القريب العاجل إن شاء الله عاوزين الأذان يرفع من هذا المكان، وصلاة الجماعة تقام في هذا المكان، وصلاة الجمعة تقام في هذا المكان. كم من بيت في الجنة بني لمن ساهم في هذا المسجد. فإحنا عايزين نقول هذه علامة حب الله عز وجل للعبد. المسجد لسه محتاج كتير وحضراتكم عارفين، وخير العارفين إن التشطيب بيتكلف أضعاف مضاعفة من البناء. الهيكل الخرساني بفضل الله عز وجل على وشك الانتهاء، وهم شغالين دلوقتي في القبة وإحنا اللي موقفينهم علشان ننقل لحضراتكم الصورة. خلية نحل شغالة، اللي معطلهم حاجة واحدة بس، إن إحنا نمدهم بمدد، نشوف طلباتهم إيه ونيجي نجيبها، أو نتصل ونبعت لهم الفلوس وهم إن شاء الله في أقرب وقت. على فكرة رمضان على الأبواب، باقي أيام قلائل، الموضوع هيجي بسرعة. عاوزين تقام أول صلاة تراويح في هذا المسجد باسمكم، وتكون في ميزان حسناتكم. سابقوا وسارعوا وساهموا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم إلى كل خير، وأن يحبكم ويحب لكم الخير، وأن تكونوا معنا في مسجد الرحمن، وننزل قريبا إن شاء الله نفتتح المسجد بحضراتكم وبفضل تبرعاتكم، ونسأل الله أن يجعلها صدقة مقبولة. لا تبخلوا على بيت الله وسارعوا، نسأل الله أن يبني لكم بيتا في الجنة. شفنا مع بعض طبعا مسجد الرحمن اللي موجود في قرية الحنجيري مركز ديكرنس في محافظة الدالية. شفنا مجمع اسمه مجمع الرحمن، عبارة عن مكان للصلاة، عبارة عن مستوصف طبي وخيري، دار لتحفيظ القرآن الكريم، مصلى للسيدات، يعني مؤسسة شاملة ومتكاملة في مكان واحد اسمه مجمع الرحمن. وتم الانتهاء الحمد لله بجزء من جزء كبير منه. وحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. احنا باسم اهالينا هناك في قرية الحنجيري بنشكر كل اهالي الخير وكل اهل الخير اللي بيسعوا دايما في عمل الخير واللي ساهموا في مسجد الرحمن اللي موجود في قرية الحنجيري. محتاجين نكمل المشوار باذن الله على خير. اي حد عايز يساهم فيه بيكون من خلال الارقام اللي موجودة امام حضراتكم على الشاشة، من خلال ايضا مؤسسة عمر ابن عبد العزيز. اسمحوا لي ارحب بضيفي الغالي والجليل مرة اخرى الشيخ احمد سمير من علماء الازهر الشريف. اهلا بك مولانا. اهلا وسهلا ومرحبا. اتفضل مولانا. بنتكلم يعني عن النعم، ويقولون بالشكر تزيد النعم، بالشكر تزيد النعم، لأن الله قال في القرآن الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن أراد الزيادة في أهله وفي ماله وأراد البركة ونحو ذلك فليشكر الله. وزي ما ذكرنا وبنذكر، الشكر نوعان، شكر واجب وشكر مندوب. الشكر الواجب هو ألا تستعمل نعم الله في معصية الله، ده الشكر الواجب. ربنا أنعم عليك بالصحة فلا تستعملها في حرام، ربنا أنعم عليك بالمال فلا تنفقه في حرام. والمال خاصة يعني الإنسان يسأل عن عمره فيما أفناه ويسأل عن كذا، إلا المال له سؤالا، من أين جلبت وفيما أنفقت. لو جبت، بعض الناس قد يأتي بالمال من الحلال أيوة، ولكنه ينفقه في الحرام. وبعض قد يأتي به من الحرام وينفقه في الحرام، فهذا يزداد وبالا إلى وباله. فالله أنعم عليك بنعمة المال، فهل شكرت الله على هذه النعمة؟ تمام. طب إزاي أشكر ربنا على نعمة المال؟ قالوا من معاني الزكاة أنها طهرة للمال ونحو ذلك، وفيها ما فيها من الألفة والمودة والمحبة، ويعني وأواصر المحبة والأخوة وما إلى ذلك، والإحساس بأزمات الناس ومعاونة الناس وما إلى ذلك. وهذا كله من معاني الزكاة. وحتى في تعريف الزكاة يقولوا إيه؟ هي طهرة. يقولوا الزكاة نماء، نماء
يعني ينمو لك المال. أيوة، فالزكاة نماء. فهل أنا شكرت ربنا سبحانه وتعالى على نعمة المال التي أعطاني الله إياها؟ طيب بعض الناس لك الحمد لله احنا بنطلع الزكاة بتاعتنا. طيب هل انتهى الأمر عند الزكاة؟ نعم، أخرجت الزكاة الواجبة، هذا فرض، إن وجبت عليك فرض عليك أن تخرجها، ليس منة. طيب ما بعده؟ هل انتهى الأمر عند ذلك؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا فيما روي عنه صلوات ربي وتسليماته عليه، قال ليس منا. ومعنى ليس منا في هذا الحديث أو في مثله يعني ليس على طريقتنا المثلى، ليس على طريقتنا الكاملة، ليس مؤمنا إيمانا كاملا. قال ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم، لا عذر له، وهو يعلم، وهو يعلم لا عذر له. فهل هل شكرت الله على نعمة المال؟ طب واحد يقول طب أنا زي هشكر ربنا عليها، ما الحمد لله أنا بطلع الزكاة بتاعتي. قال له لا، في شيء فوق الزكاة بعد النفقة الواجبة نحو ذلك، أين سبل الخير التي تنفق فيها هذا المال؟ بعض الناس يعني الله ينعم عليه بنعمة المال فيسلطه على هلاكته في الحق، يقول الحمد لله أن رزقتني المال وأحمدك يا ربي، وهذا الشكر المندوب، وأشكرك يا ربي أن يسرت لي سبل الخير التي أصرف ووجوه الخير التي أصرف فيها هذا المال. هذه نعمة عظيمة، صفاء من الله تبارك وتعالى. وكما قال الله ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. ربنا يكرمك يا مولانا، استأذنك ونستأذن أهل الخير أيضا. معنا تقرير عن المسجد الكبير اللي موجود في قرية أبو المعاطي الباز بمركز بني عبيد بمحافظة الدالية، هنشوف المسجد محتاج إيه ونرجع نكمل معكم أهل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في باب جديد من أبواب الخير ونداء جديد لأهل الخير، المسجد الكبير بقرية أبو المعاطي الباز محافظة الدقهلية. المسجد ده قارب على 100 سنة طلع له تصريح هدم وبناء لأن حالته صعبة جدا، والمسجد لا يتسع لأهل القرية. احنا بنقول المسجد الكبير وهو في الأصل حجمه صغير، والخطة إن شاء الله أن يتم توسعة المسجد، لأن إحنا بنسأل أهل القرية. المسجد ده اللي بتقام فيه صلاة الجنازة وصلاة الجمعة، الناس بتبقى فرشة في الشارع، وصلاة الجنازة بيكون في ناس كتير في الشارع لأنه مش مستوعب عدد الناس. فهذا النداء لأهل الخير وباب من أبواب الخير. الله عز وجل يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون، اللي بيسارع ويساهم في بداية هذا العمل. انت بتساهم والعمل لسه قائم، هيهدم على يديك ليبنى بافضل طريقه ويكون مستعد لاستقبال اهل الله عز وجل ورواد بيت الله سبحانه وتعالى. فاحنا بنناشد اهل الخير، احنا عايزين المسجد الكبير يكون له نصيبا من اسمه، يكون كبير حقيقه، لان المساحه المهدره في المسجد كبيره جدا، ولذلك احنا بنناشد اهل الخير. الباب ده اللي حيساهم فيه سيبنى له بيت في الجنة، سيكون صاحب ملك في الجنة. احنا ليه بنقول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيت في الجنة، انت بقيت مالك في الجنة، بقى معك تصريح لدخول الجنة بسبب الصدقة الجارية. ما دمت تتصدق بمال حلال وبنية صادقة لبناء بيت الله سبحانه وتعالى. نتمنى في القريب العاجل ان احنا ننزل ونشاهد هدم هذا المسجد لإعادة بنائه وتوسعته حتى يكون مستعدا لاستقبال رواد بيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك المرحلة دي مرحلة مهمة جدا، لان احنا مش هنشرع في الهدم غير لما تتوفر سيولة كافية لهدم المسجد
وبناء القواعد علشان ما يقعدش فترة طويلة، لأن احنا بنقول لأهل الخير هذا هو المسجد الكبير الذي تقام فيه الجنائز، فعايزين يكون معنا السيولة كافية في بداية الأمر. فلذلك بنقول والسابقون السابقون، الله عز وجل في أعمال الخير يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقين؟ شوف أول صفة اختارها الله عز وجل، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ولذلك الله عز وجل يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ليه الإنسان اللي بيموت بيبقى أول عمل نفسه يعمله لو رجع به الزمان إلى الدنيا الصدقة؟ قالوا لما رأى من عظم الصدقة عند الله عز وجل. صدقة المسجد ما فيهاش شبهة، يعني أنت أحيانا لما بتساعد حد أو بتروح لمكان بتبقى قلبك مش مطمن، إنما المساجد أنت ممكن تيجي بنفسك تقول لهم يا جماعة القواعد أنا اللي هشيلها، هجيب لكم كم طن حديد كم طن أسمنت، أنا هاخد بند من بنود البناء وحيكون على حسابي أنا، أو تيجي بنفسك تتبرع في المسجد، فهذا أمر مضمون بفضل الله عز وجل. وأن المساجد لله، ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. فلذلك إحنا عارفين أن أهل الخير المحبين للخير بيسعوا لبناء المساجد وإعمار المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن عايزين في أسرع وقت، يعني تتضافر الجهود ويعني نتعاون فيما بيننا وتعاونوا على البر والتقوى حتى يتم إحلال وتجديد المسجد الكبير بقرية أبو المعاطي الباز في محافظة الدقهلية، إن شاء الله يكون مستعداً استعداد يليق برواد بيت الله عز وجل مع مؤسسة عمر بن عبد العزيز. الأرقام موجودة على الشاشة، وهذا باب من أبواب الخير، وهذه صدقة جارية. اتبرع لبناء المسجد ولو مرة واحدة في حياتك، ولو اتبرعت قبل كده لا تتوقف، لأن من ذاق عرف ومن عرف اغترف. نسأل الله أن يتقبل صدقاتكم وأن يبني لكم بيت في الجنة، اللهم آمين. زي ما حضراتكم شفتوا كده، ده مسجد، المسجد الكبير اللي موجود في قرية أبو المعاطي الباز في مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، والتقرير شغال في كادر. أنا كنت موجود مع الشيخ عبده فيه في يوم التصوير، والشيخ عيد إسماعيل ربنا يحفظه كان موجود أيضا في كادر، أو في صورة كده شفناها، شفنا القطة وهي نايمة رغم كل العدد اللي كان موجود من مصور من ناس من أهالي القرية، من صوت عالي، لأنك لما بتيجي تسجل صوتك طبيعي يبقى عالي، ورغم ذلك القطة بتشعر بالأمن والأمان والسلام، نايمة وتشعر أنها في وادي تاني تماما. أولا لأنها في بيت من بيوت الله، دي أول حاجة. الحاجة التانية أن الحمد لله ربنا حفظنا، حفظ مصر بالأمن والأمان. ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين، وإن شاء الله هنفضل بلد الأمن والأمان. ده المسجد الكبير، عايزين أيضا أهلنا هناك يكون لهم نصيب ان المسجد يتعاد او يعاد بناؤه مره اخرى، ويكون امن وامان ليهم، لان مساحه المسجد للاسف صغيره. كل جنازه بتخرج من هناك بيكون اهل القريه معظمهم متواجدين فيها. المسجد الكبير يعني المسجد الاساسي والرئيسي ايضا في قريه ابو المعاطي الباز، فلذلك هم عندهم المدنة هتفضل زي ما هي، لكن اللي محتاجينه ان المسجد يتم هدمه علشان هيتم توسعة المسجد بسبب الزيادة السكانية، وبسبب ان المسجد خلاص يعني بقاله بما يقرب من 80 سنة تقريبا مبني. يعني اكيد اهل الخير اللي بتفرجوا معنا دايما على اهل الخير واللي دايما بيشاركوا في عمل الخير، محتاجينهم يتواصلوا مع مؤسسة عمر ابن عبد العزيز، واي حد عايز يروح بنفسه بقى ويشوف بعينيه. ودايما بنقول اللي شاف غير اللي سمع،
ويشوف المشهد محتاج ايه، سواء مسجد الرحمن اللي هو في قرية الحنجيري، سواء مسجد الرحمن اللي موجود في قرية زيدان، سواء المسجد الكبير اللي كان في التقرير في قرية أبو المعاطي الباز في بني عبيد بمحافظة الدالية، وعايز يساهم يروح ويشوف بنفسه إيه اللي بيحصل. مكملين معاكم دايما مع أهل الخير مع شيخنا الفاضل والجليل الشيخ أحمد سمير من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك مولانا. أهلا وسهلا ومرحبا. الله يكرمك، اتفضل مولانا. عايز أقول للسادة المشاهدين، خليك كبير. أيوة. وساهم في تجديد المسجد الكبير. الله الله. وده هو الكبير الحقيقي. تلاقي ناس اللي هو كبير وكذا. بيعظم اللي قدامه. أيوة. الكبير الحقيقي والشجاع الحقيقي والبطل الحقيقي هو الذي يتقي الله عز وجل. جميل. هو الذي يسعى في وجوه الخير. هذا هو البطل الحقيقي، هذا هو الرابح. مش عمره ما كان الكبير اللي هو بيضرب وبيعمل وبيظلم وبياخد ده وبيعمل ده. لا لا لا، هذا يعني أهلك نفسه. أما البطل الحقيقي الشجاع الحقيقي هو الذي يتقي الله عز وجل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الشريد بالسرعة، إذا صارع واحد ولا بتاع يغلبه. أيوة. ولكن القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، هكذا علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وما دمنا نتحدث عن نعم الله سبحانه وتعالى، النعم الظاهرة والنعم الباطنة. نعم الظاهرة زي ما ذكرنا كالجسد والحواس ونعمة المال والولد وما إلى ذلك، ونعمة الأمن والأمان وما إلى ذلك. النعم الباطنة كنعمة الإيمان، كنعمة الإسلام، هذه أعظم نعمة وأكبر نعمة، أن جعلك الله من أهل الإيمان والتوحيد والإسلام. هذه نعمة عظيمة، فاشكر الله على هذه النعمة. وزي ما حضرتك ذكرت كمان في الحديث الذي ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. تمام. يعني إيه من لم يشكر الناس لم يشكر الله؟ يعني معناه شكر الناس من تمام شكر الله عز وجل. جميل. كما ورد في حديث آخر، من أسدى إليكم معروفا، عمل معك معروف، عمل معك خير، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، لو بالمال. أيوة. لو بالهدية ونحو ذلك. فإن لم تجد ما تكافئه به، قال فادعوا الله له حتى يعني يغلب على ظنك أنك قد كافأته. تمام. فلذلك ندعو الله عز وجل أن يبارك في كل من ساهم، في كل من بذل، في كل من أعطى من ماله ووقته وجهده لعمارة بيوت الله ولبناء هذه المساجد وسعى في ذلك. نقول للجميع جزاكم الله خيرا على ما بذلتم وقدمتم، ويا أهل الخير، مع أهل الخير ننتظر منكم الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا رب. اللهم أمين. أنا بشكرك شكرا جزيلا شيخنا الفاضل والجليل الشيخ أحمد سمير من علماء الأزهر الشريف، شكرا جزيلا. كان معنا النهاردة مسجدين، مسجد الرحمن اللي موجود في قرية الحنجيري مركز ديكرنس في محافظة الدالية، ونقول المسجد يعني نقول 40% تم الانتاء منه، لكن لسه محتاجين أهل الخير يكملوا 60 أو 70% كمان اللي لسه محتاجينهم. وكان معنا أيضا مسجد لسه بنبدأ من الصفر وربما تحت الصفر، لأنك مطالب أن يتم هدم المسجد الكبير بقرية أبو المعاطي الباز ببني عبيد بمحافظة الدالية، يا رب ينتهي أيضا على خير. أشكركم شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.